صلى على النبي تكس، صلاة الحبيب النبي كلتها مكس. صباح الفل يا معلم، صباح الخير يا عم الحاج. النهارده ايه كده مبدئيا كده؟ النهارده الاثنين كام كام؟ والله باين مش عارف 10 واحد ولا 3 واحد. لا 3-1. ايه النهارده 10-1، 10 النهارده واحد. الاثنين. ايه يبقى 3 في طوب بقى، يبقى احنا في 3 في طوب. طب قول رقم تليفونك كده وسيب كل حاجة زي ما هي على الطبيعة. 010 ايوه 9 ماشي 4-2 4-1 4-7-1. دي شغالة يا جماعة، واتس وموبايل. صلى على النبي. صل معنى ايه كده؟ معنى بالصلاة على النبي 6 شباك، كل صنف كل حجر تختلف عن التاني. معانا الهولشتين الألماني ومعانا الهولندي بتاع زمان من الأيام 80. اللي عاوز يفول قول له، اللي عاوز يفول. ومعانا خليط الهولشتاين، ومعانا الدوب السمنتال على المونبلياه، ومعانا الفريزي، ومعانا البراوي. وصلى على الحبيب النبي تكسب، عشان صلاة الحبيب النبي كلتها مكس. ما تورينا كده يا معلم، قول له اللي راح وجاب غير اللي راح وخاب، ولا ايه الحكايه؟ ها اللي انت شايفه يا معلم، انت شايف ايه؟ صلى على النبي. مش انا هعمل، بس انا هقول زي الناس اللي عاوزه تقول، يا جماعه والنبي لا تصلوا على النبي، والنبي اللي في قلبه رحمه يصلى على الحبيب النبي، اللي يشوف الفيديو يصلى على الحبيب النبي جمل وبعدته. ابو صحه سليمه، ايوه كده اتمختاري كده. كل اللي عارف خلف اهو. صلى على الحبيب النبي، وحد الله. سر ايه؟ معاه ذكر. معاه ذكر وسرته. منبلياء. كل اللي عارف خلف. ما تورينا السن بتاعها كده يا معلم. يا جماعه انا بصور الصبح على الطبيعه. صلى على النبي. صل. 1 2 3 4 5 6. والخمسة الأخير لسه بيطلع أهو، لسه شاجج وطالع في حكم قاس 6 سنان. ده إيه؟ إن شاء الله هتيجي وأسلمك أعلى لبن خلقه ربنا. والسعر عشان ما ننسوش حاجة كده، ب51,000. مش هقول لك لبنة، أنت معاها دقة منبلياء والسعر 51,000. وتحليل سلة وبروسيلا. يا ابن الصحة سليم، الناس عارفة بضاعتنا. يا ضياء ابوك عاوز يجي يسحب البقره دي، قال لي والنبي محمد يا ابني انا عاوز اسحبها. وحدوا لك الحبيب النبي واحد. اللي يشوف الفيديو يا جماعه يصلي على النبي. اللي يشوف الفيديو يا رجاله يصلي على النبي. وحياة النبي، اللي يشوف الفيديو يصلي على النبي. وقف يا وقف وقف وقف. يا جماعه صلي على النبي. من سنة 70 وسنة 80 ما كانش فيه ألمان وفيه هولشتاين. كان في حاجة اسمها هولندي. على أيام سيدي. هو ده الهولندي اللي انقرض من زمان واحنا بنجيبوه، وحياتك دي النعمه لازم تسحبها لي كمان شويه. طب شوف السن اهو، لا يقولوا دبشه ولا حاجه. صلى على النبي، اسحب كده، اسحب عشان اما تطلب 150,000 ما حدش يقول لك لا. صلى على الحبيب النبي، والنبي يا جماعه اللي في قلبه رحمه يصلى على النبي. عجلة البقرة ده بتلات تبزاز، عندها بز واقف من قدام بيجيب كوباية لبن. بتلات تبزاز بس، كل بز هيحلب قد بقرة. كل بز هيحلب قد بقرة، هسلم فيها 45 كيلو. البز بتاعها هيحلب قد بقرة 15 كيلو. 45 كيلو 3 مرات مع الذكر ده. الساعة 45,000. صلى على النبي. صلى على النبي واحمي المال لأصحابه. دي اللي انا طالبه منك بس. مضاعف ضاع. اطلع بجلد وصم. اطلع. صلى على النبي. صلي. صلى على النبي. صلي. قول له العروق فيها من قدامتي. تقول للعمى انا بحلب. يا فريزه انا بحلب. يا فريزه انا حليب. صلى على النبي. دي معاها ايه؟ انت يا 6 سنات. انت يا ايه؟ واعلى شويه لبن. شفت العروق ده ايه؟ يحمل مال اصحابه. والساع تحت ما اسعار برضك ب 45,000. اطلع اطلع، ربنا ما يوديك بيت بخيل ابدا. النتايج بتاعت ايه؟ وراه انتهى صلاه النبي. صلى على النبي.
تالت واحد. السعر 45,000. شد القماش كده للناس تفكر ان احنا محضرين. من داخل الفتحه باين بطرف واحد. مفيش بيمه بتبقى محضره بطنها تتباع على من ظهرها كده. دي بهايم نايمه وواكله وشاربه في مكانها. كله بهايم مرتاحه. اطلع بالدب. اطلع بالمداب دي بطلع. صلي على النبي صلي. والنبي يا جماعه اللي يشوف الفيديو يصلي على النبي. معايا مفاجاه. كل بقره صنف وكل بقره تتكلم عن نفسه. وصلى على الحبيب النبي. بس والنبي لا تصلى على الحبيب النبي. قول له المدبدب ابو صدر بص الصدر بتاعها قد عربيه نجل. ما شافوش الصدر يا ديار. صلي على النبي صلي. ست سنات اهم. سيبك من السن انا عايز اشوف الفاتحه من قدام. ان حد نزل بهذا النظام بحساب يحمل مال اصحابه. يحمل مال اصحابه. روحي ده انت تسوى 50,000 فلاح. اللي انت عاملاه ده يا مدبدبه فيها 35 كيلو ام الدقه وفيها عيب صغير بس لاجل الامانه هنقولوه. بز خفيف من قدام عشان فتح لهم يا معلم. عشان مش اي حد هيقول لك العيب ده اهو. تركب على حلبه وهتحلق. بص عندها البز ده اهو ربع لبق. مش هقول لك نص لبق. ان ده هو جاب 5 كيلو هو هيجيب كيلو واحد. بس يا معلم السعر هنا بقى مفاجاه على البز الخفيف ده. السعر كام محدش قال لي؟ السعر 38,500. حي على الفلاح. تحطيم اسعار تحطيم اسعار تحطيم اسعار. انت معاك فريزي ولا معاك ايه يا ديار؟ معايا الفريز الاصلي. الاصلي؟ الاصلي ابو فتح ابو جام. المجوز. قول له المجوز. ابو جام صلى على الحبيب النبي. بدل بيحب زي المستوى. ده احنا علامة الرجالة. قول له خليط فريز اهم حاجة نفهموه. قول له رحمة سيد بطرف واحد. صلى على النبي. اللي انت عاملاه ده عشان برضه الفلاح يحمل مال اصحابه. والنبي وريني فتحتها من ورا كده يا ضياء. الفلاح الغلبان برضه ما يتنسهوش. اطلع كده. بتتدلع بتتمخطر بتعمل كل حاجه حلوه. عشان الحلو بيعمل كل حاجه حلوه. ده هي تالت ويلد. فرازي. بمعنى كلمه فرازي. وخابت وجابت الضغط. مش فرازي وخلاص. فرازي بمعنى كلمه الفرازي. السعر هنا في ام الدقه. صلى على النبي كده. صلى على النبي. قول له من كل من تاجر عرض بقره بقى تاجر بقره. السعر كام؟ خليك في اللي في ايدك. السعر 38,000. حط. طب وريني الدكر كده. اهو. دكرها. الفرازيه دي ب 38,000 بس. مع اهم حاجه اعرض. مع اي حد ب 43. معانا بقى مفاجأة الموسم كله. لباني 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 لباني. اللباني وصل. براوي بكري. صلى على النبي. صلى على النبي. صلى على النبي. جمع سكر. جمع سكر. طول عمره ولا بالكم ولا بالجد. يحمل مال اصحابه. عجله عجله البارون دي مع انت شكلها اكشف لهم المرشحه. لا يكون بتسهل وانت حاطط المرشحه عليه. افتح الجيمه بتاعتها اهي. عجله براون زي امها. فتح لهم يلا. السعر في العجله دي 35,000. حطم. صلى على النبي. 35,000 بكريه بنت استراء. لو مفتوحه شويه هنقول مش هتعرف تجيبها ب 50,000. لو مفتوحه سنه عن كده. بس هي عند فلاح ومش عارف قيمتها. صلى على النبي. ده معانا ست مفاجآت. يحمل مال اصحابه. عاوزك ما تنساش عجله البقر دي. وقول له البز فيها يحلب قد بقره. هنبيعوها بثلاث بزاز والبز فيها يحلب قد بقره. صلى على النبي. رقم التليفون 010 90 60 97 17.
أخوكم محمد ساعة. النبي يا جماعة اللي في قلبه رحمة يصلى على النبي كده. النبي يا جماعة اللي في قلبه رحمة يصلى على النبي. دي الهولندي بتاع زمان الله يرحمه شديد. قال لما يجيب لك الهولندي يا محمد اشتري لو وصل 100,000 عشان عارف صنفه. تلات ابزاز وهتحلب 45 كيلو بتاعت الرجالة دي 45,000 بس تحطيم اسعار. واللي ياخد شبة البقر ده يا سيادني والله ما انساه. يعمل بيت اللي باعك روحي. يعمل بيت اللي باعك. يعمل بيت اللي باعك. يعمل بيت اللي باعك.